تالي فقرتنا التالية من عالم الطفل وكلمات الأطفال اللي عم تدخل الفرح لكل قلب عم يسمع هالكلمات اللي بينتظرها الأهل بشغف وبفارغ الصبر. بتبدأ يمكن مع بعض المكاغات ليراقب الأهل تطور طفلهم بانتظار أنه يحكوا أول كلام ولا تشكيل جمل بعدين. طبعا أحيانا بصير في تأخر بالنطق عند بعض الأطفال، عم نشوف هاي المشكلة الشائعة بكثرة بالوقت الحالي. بعض الأهل ما كتير بيهتموا بهالمشكلة والآخر بيراقب عن كثب، بصير هم بالنسبة لهم لنطق الأطفال. احنا تعرف اليوم بشكل أكبر عن أسباب تأخر النطق عند الأطفال عند أخصائية النطق ديما نقولها. يسعد صباحك يا ديما. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير إليك يا ديما. يعني احنا حكينا بحلقات سابقة عن مراحل تطور النطق عند الطفل، اليوم رح نكون بتفاصيل موضوع تأخير النطق عند الطفل. قديش مهم أيضا مراقبة هذا الشيء وتحكي لنا عنه كيف بيبين؟ هلا نحن بالحلقات الماضية حكينا عن مراحل تطور النطق عند الطفل، فنحن من خلال المراحل مثل ما قلنا سابقا بنشوف التأخر. هلا نحن في عنا عدة مشاكل للنطق، في عنا مشاكل نطق، في عنا تأخر اضطرابات نطق وتأخر لغوي، فحسب المشكلة نحن بنقدر نعرف سبب التأخر. يعني نحن مثلا اذا عندنا تاخر لغوي ممكن تكون الاسباب هي تاخر عقلي، ممكن تكون الاسباب هي بعض الاضطرابات، بعض المتلازمات، ممكن يكون توحد، ممكن يكون عندنا فرط نشاط، تشتت انتباه بياثروا كمان، ممكن احيانا مو دائما، ممكن تكون اسباب اجتماعيه، ممكن تكون اسباب نفسيه، واحيانا تكون اسباب اضطرابات النطق لما نحن الطفل بيكون ما عم يحسن يطلع صوت معين، اسباب بتكون متعلقه ببعض الاعضاء فيزيولوجيه عضويه، مثل بيكون في عندنا مشاكل باللسان، بيكون في لجام باللسان، بيكون في بطء بحركه اللسان، احيانا بيكون في عندنا شفه ارنبيه، بيكون في عندنا تشوهات ببعض عدم اطباق اسنان، كل شيء له علاقه باعضاء النطق. اذا كان في عندنا مشكله فيزيولوجيه ممكن ياثر على مدى وضوح الاصوات او القدره على انتاجها. نعم، يعني قلنا بالمقدمة انه كتير صارت شائعة هي المشكلة تأخر النطق عند الأطفال، وكتير أكيد انتم عم تشوفوا انه بعض الأهالي كتير عم يراجعوا أخصائيين ليعرفوا السبب. خلينا نحن بنعرف انه في أسباب كتير ممكن ما بنقدر نشملها بالحلقة، بس السبب الشائع اللي عم انتم تجتمعوا عليه انه تأخر النطق بسببه الطفل. هلا إذا كان ما عندنا مشكلة عضوية أو مشكلة فيزيولوجية أو عصبية أو نفسية، فغالبا عم تكون الأسباب هي أسباب اجتماعية، مثل مثلا الطفل ما له بيئة محفزة على الكلام مثل ما حكينا سابقا، أو الطفل كتير بيقضي أوقات على الشاشات الإلكترونية سواء موبايل أو تلفزيون. والناس ما عاد حكيت مع أولادها مثل الأول كمان. هلا ما فينا نعمم، في أهل هيك وأهل هيك، بس هو الاتجاه السائد هو موضوع الشاشات الإلكترونية اللي الأطفال عم يتعودوا عليها من سن كتير صغير، حتى من تحت السنة، هذا كتير عم يأثر عليهم. نعم، يعني في حال كان في ايضا مشاكل خلينا نقول عضويه غير انه كان في ملاحظه للتاخر بالنطق، هل بتكون في علاج اخر او مراحل اخرى بمروا فيها الاهل بعلاج طفلهم؟ هلا نحن غالبا المشاكل النطق، اضطرابات النطق او مشاكل التاخر اللغوي نحن بنتبع مع التاهيل، يعني نحن بنأهل الطفل بجلسات ومندربه، بس اذا كان عندنا سبب عضوي اكيد نحن بدنا طبيب مساعد. يعني اذا كان انا عندي مثلا شفه ارنبيه اللي هي بتاثر على مدى وضوح الاصوات، اكيد لازم يلجا للطبيب ويعمل عمليه ونعالج السبب عضويا قدر المستطاع مع التاهيل، مع تاهيل الجلسات. اذا كان عندنا كمان لجام باللسان نفس الشيء، اذا كان عندنا مشكله نفسيه هي سبب تاخر بالكلام كمان نحن بدنا طبيب نفسي مساعد، اذا كان عندنا مشكله اجتماعيه بدنا نشتغل مع الاهل لحتى يحلوا هي المشكله مع جلسات التاهيل. طيب بما انه عم نحكي عن تاخر النطق، اليوم الاهل اي سن لازم يحسوا بالخطر ويتجهوا لعند اخصائيين؟ في اهل كثير عم يتاخروا ظنا منهم مثل الاعتقاد انه السنه الجاي بيحكي الا ما يحكي، بس يفوت على الروضه ويحكي ما عم يستفادوا شيء. اي سن بينظر بالخطر حتى الاهل يراجعوا اخصائي؟
أنا بشوف إنه نحن من الأشهر الأولى بنقدر نتابع، يعني إذا الطفل بأول شهرين ثلاثة أربعة ما كاغى ما ناغى ما أصدر أصوات، نحن لازم نخلي هذا الشيء ببالنا ونروح نفحص السمع إنه ليش طفلي ما عم يكاغي. هاد كلها مؤشرات من الصغر نحن نقدر نشوفها. نفس الشيء مثلا ولد أو طفل وصل لعمر السنة وما عم ينتج ولا مفردة، فنحن معناتها عندنا تأخر. طفل بعمر السنتين ما عم يقدر، ما عنده مخزون لغوي، ما عم يقدر يشكل جملة من كلمتين، معناتها في تأخر. 3 سنين ما عم يحكي حديث أو قصة، كمان معناتها عندنا تأخر. نعم نعم. أيضا في أخطاء معينة ممكن يرتكبوها الأهل بدون ما يحسوا نتيجة التعامل مع الطفل. يعني زينب بنلاحظ أيضا كثير أمهات هي يمكن أول ولد لها وما راح تعرف تعطي المفردات الصحيحة، أحيانا يعني هي بتكون طبعا أنه ما بتحكي كثير، بتقعد هي وياه فبضلوا ما في حكي أو ما في النطق بيناتهم. فقديش كمان في امور لازم حضرتكم انتم تعطوها للاهل ليقدروا يتابعوا معهم مع اطفالهم؟ يعني صح مزبوط. هلا نحن دائما بنقول انه الام والاب هن الاساس، يعني كل نحن مفروض نحكي مع الطفل على طول وباستمرار شو ما كنا عم نعمل معه من عمر اليوم. يعني باليوم اللي بيجي فيه الطفل نحن بنحكي معه شو عم نعمل معه، سواء عم نطعميه عم نلعبه، نحن بدنا نضل عم نحكي مع الطفل باستمرار. هاد كله من عمر اليوم نحن بنشكل مخزون لغوي. للاسف في بعض الاهل يعني بينظروا للموضوع انه هاد لسه ما بيعرف انه انا شو بدي احكي معه. صح. بس هذا كلام غير صحيح. نحن من لما بنبلش نحكي عم نشكل مخزون لغوي للطفل. طيب ابرز المشاكل انتم اللي عم تلمسوها من خلال معاينه الاطفال اللي عم يتجهوا لعندكم شو هي؟ يعني خلينا نستفاد نحن والمشاهدين شو ابرز المشاكل اللي عم تسبب تاخر النطق. هلا مثل ما قلنا نحن في اسباب مختلفه. هلا احيانا بيكون ضعف السمع، الطفل بيتاخر، وكثير احيان الاهل لجم اللسان اللي عم يساووه الاهالي احيانا باعمار صغيره له علاقه؟ إذا كان عندنا نحن مثل ما قلنا لجام للسان هو بيأثر على بعض الأصوات ولا يؤثر إنه الطفل يتأخر بالنطق. تمام. ممكن بعض الأصوات ما تكون واضحة مثل الإل والإر، بس ما بيأثر على، إذا كان هذا السبب الوحيد هو ما بيأثر إنه الطفل يتأخر بالكلام. نعم. يعني أبرز المشاكل الشائعة هو المشكلة الاجتماعية اللي هي مثل ما قلنا الشاشات الإلكترونية أو ما في كتير تواصل اجتماعي، بالإضافة لأنه بحكم عملنا بعيادات العلاقة بالسمع أو الإعاقات كمان هذا جزء ما نو قليل، يعني في كميات إعاقات ومتلازمات وفي عنا كمان مشاكل عضوية هي كمان بتسبب تأخر بالنطق. نعم. يعني ايضا في موضوع دائما في بنقول في اهل موسوسين زياده وفي اهل اللي بدهم الولد يحكي، يعني ما في لسه ما بي بي يعني بلش بالسنه بدهم اياه يحكي ويترغل كمان. يعني الوسوسه الزايده لازم انه تنبههم عليها انه لا بيحكي بصيروا بخافوا، يعني لسه ما فات بالشهر، يعني قطع شهر ال 12 فات بالسنه الولد بدهم اياه يصير يقرا كمان. يعني في كثير اهل هيك. لا هلا انا ما بشوف انه الموضوع وسوسه زايده، انا بشوف انه مثل ما حكينا سابقا بحلقه ماضيه انه نحن عندنا مراحل تطور معروفة وعلمية، انه الطفل بعمر السنة بيكون هاد مخزونه عدد كلماته، فنحن شيء طبيعي انه اذا الطفل بعمر السنة ما عنده هاد المخزون او ما بلش ينتج نحن لازم ننتبه لهذا الموضوع. يعني انا ما بشوفه موضوع وسوسة قد ما بشوف انه هو فعلا موضوع، بالعكس نحن بنوفر على الطفل انه عذاب، بنوفر عليه صعوبة التواصل الاجتماعي. في كتير اطفال بيوصلوا لصف الاول بسبب مشاكل بالنطق، شو ما كانت تكون بيتأخروا دراسيا، ممكن بيلاقوا صعوبة بالتواصل الاجتماعي لأن أقرانهم ما عم يفهموا عليهم كتير شو عم يحكوا. فهي مشكلة جدية إنه نحن بالخمس سنين الأولى أو بثلاث سنين الأولى كتير ننتبه لموضوع النطق. نعم. طيب في يمكن بعض الأطفال يمكن يتأخروا للنطق، صار عمره 4-5 سنين وما ركبوا يمكن جملة كاملة أو جملة مفهومة، حتى الكلمات اللي يمكن ينطقوها كتير بصعوبة، وحتى الأهالي فوتون على الروضات على المدارس أنه أو بوحدات خاصة حتى يتعلموا النطق. برأيك ممكن تنحل جزء من هالمشكلة ولا حصرا بدهم أخصائي نطق؟ هلا هذا تابع لسبب المشكلة، يعني حسب نحن ممكن إذا كانت المشكلة الشائعة اللي هي المشكلة الاجتماعية بسبب طبعا الموبايلات والتابات، الأهالي ما كان عندهم هالوقت ليسكتوا أولادهم عم يعطوهم، يعني
اذا كانت هي المشكله. هلا اذا كانت هي المشكله، اول شيء نحن بنوقف السبب يلي هو انه نحن بنوقف لازم الموبايل. نوقف السبب. ويعني طفل بعمر 4 5 سنين لازم يحضر افلام كرتون يعني، بس طبعا بجزء بسيط يعني نص ساعه او ساعه باليوم. فنحن بنشتغل على السبب، وتاكيد الروضه بتساعد كثير بموضوع الكلام والتواصل الاجتماعي. يعني نحن اذا كان ما عندي مشكله عضويه والطفل قادر انه يفوت على روضه، فانا لا بنصح انه مع جلسات النطق الطفل يفوت على روضه، ما نستنى ليصير يحكي بعدين نفوته على روضه. نعم نعم، يعني مع هالمعلومات وهي التفاصيل بدنا نتشكر كثير وجودك معنا، وان شاء الله قدروا هيك ضيوفنا يوصلوا توصلهم الرساله ونحن نقدر نوصلها بالطريقه البسيطه مثل ما وصلتيها. شكرا لك ديما نقولها اخصائيه نطق، اهلا وسهلا.